الفيديو ده مصيبه يا اخوانا. طب نسمعه تاني معلش ونعلق. معلش قال تواجدك هنا ايه؟ عشان نحافظ على البيئه وكده وضد علاء عبد. احنا جايين هنا عشان احنا ضد علاء عبد الفتاح وبندعم عمرو عفيفي. اسمه عمرو عفيفي صح؟ احنا هنا ضد علاء عبد الفتاح وبندعم عمرو عفيفي. احنا هنا جايين عشان علاء. علاء مين؟ علاء اسمه ايه؟ علاء عبد الفتاح. انت جاي مع مين يا بنتي؟ يعني انا صعبان عليا. انا منى سيف والله احترمتها جدا، كتبت على تويتر من شويه يا جماعه بلاش ننشر الفيديو ده وبلاش، البنت يعني غلبانه جدا وجايه مغلوب على امرها. لكن هي فكره صناعه اللقطه، فكره صناعه التأييد، فكره صناعه اي حاجه، فكره النظام المهزأ اللي بيأجر اي ناس عشان يقولوا اي كلام عشان يطلع يقول الله ده احنا معانا ناس حلوه قوي. جاتكم خيبه، جاتكم 60 خيبه. ده منظر عره، ده منظر عره. لما انت تطلع بنت قد كده معرفش دي عندها كام سنه، 16 ولا 17، تلقنها الكلام وهي مش عارفه هي واقفه ليه ولا بتعمل ايه ولا اليافطه اللي ماسكاها دي ايه اصلا علاقتها بالحياه اللي هي عايشاها، ومذيعه واقفه زعلانه قوي تحس انها واقفه على جبهه بتكلم عساكر بيحاربوا اسرائيل، حاجه يعني بقى واقفه متشنجه كده. وظابط الشؤون المعنويه انا متاكد انه واقف ورا المذيعه دي ورا الكاميرا قال لهم بس كات، الله يخرب بيوتكم فضحتونا. منكم لله يا ابو عدد، احنا جايبينكم ومقبضينكم ومورنشينكم وعاملين لكم شغل حلو قوي، وانتوا طالعين تقولوا لي علاء مين واسمه عمرو عفيفي؟ لا حول ولا قوه الا بالله.